التكنولوجي الجديدة عن طريق استخدام جهاز الفيمتو ليزر سهلت كتير قوي قوي في عملية زرع القرنية عن طريق استخدام هذه التقنية الحديثة، اللي هي بتدي راحة كبيرة قوي للطبيب الجراح نفسه، بدل ما يستخدم المشارط العادية ان هو يستخدم الليزر في انه يعمل قطع القرنية بأشكال متعددة. الأشكال دي كلها بتسهل التئام الجرح بتاع القرنية بعد العملية نفسه، وبتعمل جرح بشكل أجمل كتير قوي وأسهل كتير قوي من التقنية القديمة، وكل ده بيسهل نجاح العملية وشكل العملية والإلفاء بالغرض من العملية، لأن العمليات القديمة كان بيطلع فيها حاجة اسمها استجماتيزم عالي جدا بعد العملية، إنما العمليات الجديدة الاستجماتيزم بقى أقل، فبقى النظر أفضل وأحسن كتير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم طبيب مصر. في بداية الحلقة أحب أهنئ كل المشاهدين الكرام بقدوم السنة الميلادية الجديدة، ويا رب يجعل سنة 2024 سنة خير وبركة وتحقيق نجاح لينا جميعا يا رب. كل عام وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة. النهاردة حلقتنا متميزة جدا وشرف ليا أنا شخصيا يكون موجود معانا قيمة طبية عالية كبيرة، تاريخ مهني رائع في مجال جراحة وطب العيون، الأستاذ الدكتور أشرف الهباق، استشاري طب وجراحة العيون، استشاري جراحة المياه البيضاء والمياه الزرقاء، استشاري جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، استشاري جراحة وتصحيح الأبصار بالليزر، عضو جمعية الشبكية المصرية، عضو جمعية الجلوكوما المصرية، عضو جمعية المياه البيضاء المصرية، عضو جمعية الشبكية الأوروبية، عضو الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية للمياه البيضاء وتصحيح الأبصار، المدير الطبي لمستشفى النور للعيون جمعية عيون مصر، عضو الجمعية الأوروبية للمياه البيضاء وتصحيح الأبصار، عضو المجلس الدولي للعيون. تاريخ مهني قوي وتاريخ وعطاء انساني كبير جدا، شرفتنا ونورتنا جدا يا دكتور. يا رب، ميرسي قوي ومتشكر قوي، وكل عام وحضرتك طيبه والساده المشاهدين طيبين، بمناسبه ان شاء الله السنه الجديده وتبقى يا رب ان شاء الله 2024
حلوه للجميع. يا رب ان شاء الله. يا رب كل عام وحضرتك طيب وخير امانيها فيها باذن ربنا. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. في بدايه الحلقه حابين نتكلم على اكثر الامراض شيوعا في المواسم زي فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف. ايه اكتر الشكوى اللي بتيجي لحضرتك في العياده؟ في الحقيقه طبعا احنا متعودين عارفين عندنا حساسيه للعين اسمها الحساسيه الموسميه وبتزداد قوي قوي طبعا مع فصل الربيع ويطلق عليها الرمد الربيعي ولكن احنا طبعا مع الوقت ومع استخدام الاجهزه والتكنولوجيا الحديثه بقت الحساسيه دي بس مش بقت موسميه، يعني مش بتظهر بس في المواسم انما بقت اغلب السنه، يعني نلاقي اغلب السنه الحساسيه دي موجوده. الحساسيه منشاها اصلا من البدايه في الواحد وهو صغير، طفل صغير بيبقى غالبا ان لم يكن هو عنده حاجات وراثيه من الاب والام بيبقى غالبا هو عنده ضعف في المناعه بتاعه جسمه، فالحساسيه عنده تبقى عاليه شويه. المفروض ان هو لما يوصل عند سن 12 14 سنه يبتدي المناعه بتاعته تبقى افضل، فتبقى الحساسيه بتاعته بتقل عن الاول وتتحسن درجتها يعني. والحساسيه طبعا لها درجات، يعني زي درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه كده كويس، وطبعا على حسب كل نوع في العين بندي العلاج بتاعه، وبالتالي قطرات العيون نفسها بتاعه الحساسيه بقت منتشره بشكل كبير قوي ومتنوعه كمان. وقطرات ودايما نلاقي الحساسيه معاها جفاف في العين، فبرضه قطرات الجفاف بتاعه العين دي بقت لها درجات كتير قوي في استخدامها، يعني في درجه سائله وفي درجه لزجه شويه بتبقى زي الجل، فعلى حسب الحاله بندي العلاج. فالحساسيه بقت لفظ واسع عريض مش حاجه صغيره، ومعاها جفاف خصوصا طبعا مع استخدام زي ما قلت لك حضرتك الايه الكمبيوترز الكتيره بيحصل جفاف زياده شويه، مع الموبايل بيحصل برضو نفس القصه. فالواحد دايما بينشده من الناس ان لما يلاقي ان في اعراض للحساسيه زي احمرار في العين، تدميع، الشعور بالاكلان وعاوز يدعك في عينه ويهرش في عينه كويس، فالمفروض ان هو يلجا للكشف عشان التشخيص المبكر والعلاج المبكر افضل كتير قوي. طب ايه يا دكتور الكشف الدوري او ايه انواع الكشوفات اللي حضرتك بتنصح بيها كل المتابعين وكل المشاهدين علشان ابقى عندي اسبقيه لتحديد المرض؟ ده سؤال جميل جدا، يعني كل دايما ما تسبقي ان انت قبل المرض ما يظهر وتشخصي بدري ده يكون افضل كتير. هبتدي الطفل صغير لسه مولود لسه في الشهور الاولى من عمره، لازم الام تكون واعيه قوي قوي لشكل العين بتاعه الطفل ولملاحظه الطفل. الطفل تقريبا غالبا بيبتدي يلاحظ والدته بعد الشهر السادس، فتشوف هو بيلاحظها ولا لا، بياخد باله من النور ولا لا. يعني ده بقى اللي هو ايه الوعي الصحي من المبكر من الاول خالص. لكن لو هي لقت ان القصه مش ماشيه معاها بالطبيعي زي بقيه الاطفال انها تلجا للكشف المبكر على طول. اذا الام لقت او الاب لقى ان الطفل بيقرب من شاشه التلفزيون قوي زياده عن اللزوم، ولو ان الحته دي اصلا فيها نوع من الانبهار عند الطفل، فالطفل بطبيعته بيقرب قوي عشان يعني هو مستمتع عاوز يدخل جوه الشاشه كمان بالظبط كده. لكن لا، في حاجات بيبقى لو احنا قعدناه ورا نلاحظ ان هو مش شايف وعاوز يقرب عشان يشوف، يبقى لازم انا برضو اروح للكشف المبكر. لو الام لقت ان حجم العين كبير زياده عن اللزوم في عين واحده عن العين الثانيه او العينتين نفسهم حجمهم كبير، لازم تلجا للكشف برضو المبكر. او لقت ان العين داخلها نقطه بيضه زي بتاعه الميه البيضه كده، برضو تكشف عليه كشف مبكر. طب لقيت ان في عين سليمه ومستقيمه والعين التانية لا مش كده، دي بتركن بتحول يعني، لازم برضو تلجأ للكشف المبكر. طب غير كده كمان بقى لما الطفل يوصل لمرحلة اللي هي ما قبل دخول المدرسة أو الكي جي، نقدر نكشف عليه ونشوف النظر بتاعه عشان في الفترة دي بنكتشف حاجات، مش هقول حاجة واحدة، حاجات فعلا، عين سليمة، عين ضعيفة، عين فيها ضغط مرتفع، عين فيها شبكية ضعيفة، عين فيها عصب ضعيف، في حاجات خلقية مولود بيها. فلازم لابد دي بقى مرحله لو احنا فوتنا السنين الاوانيه، لكن لا في مرحله اللي هي قبل دخول الدراسه لازم اكشف عليه، لازم اكشف عليه واشوف النظر بتاعه، لازم بالذات. يعني حضرتك بتنصح اي ام
قبل تقديم المدرسة لازم يكون في كشف للطفل؟ لازم، لأن هو طبعا لا يعني عايز أقول لحضرتك إن ساعات طبعا ما بتعملش كده، لكن في مدرسين واعيين يلاحظ إن الطفل مش بيتابعه، مش بيشوف اللي على السبورة، فيبتدي بقى ينبه أهله خدوا الطفل اكشفوا عليه. فالمفروض احنا نبدر زي ما اتفقنا من شويه ان احنا نقول ايه، كشف مبكر. طيب انا عايز اقول ان احنا لو عدينا مرحله ابتدائي وجينا مرحله الاعدادي برضو ما بين المرحلتين لازم يبقى في كشف. ده لو ما كشفتش كل سنه مره ككشف روتين، يبقى انا بكشف ما بين مرحله ومرحله. خلصت الاعداديه وداخل على الثانويه برضو بعمل كشف، ده مهم قوي. كويس. الاطفال الصغيرين يبقى انا عندي، شوفي المراحل ماشيه ازاي، ابتدائي واعدادي وثانوي وعندي دخول الجامعه. كويس. هو بعد كده بقى عند دخول الوظيفه او دخول الجيش بيتم الكشف. لكن انا بقول بقى المراحل الاولانيه بتمشي ازاي. لكن انا عندي في مرحله كمان للطفل وهو صغير قوي، تمام، وبيلعب، لازم ناخد بالنا منه، لازم الام تاخد بالها من الطفل وبيلعب، ما يلعبش بحاجات مدببه او حاده. كويس. لانه ممكن يؤذي نفسه، ممكن يؤذي الطفل اللي قاعد جنبه. هو بيلعب بحاجه زي قلم او اي حاجه، وخصوصا لو في اتنين توأم في البيت. بالظبط كده، لان بيبقوا بيلعبوا مع بعض طبعا. بالظبط، لازم تاخد بالها. بالظبط. كويس. بنشوف برضو اطفال بتلعب وهو بيلعب اتخبط في عينه. وطبعا هو طفل فبيقوم يكمل، فهو شايف بس شايف بالعين الثانيه، مش شايف بالعين اتخبطت. بالظبط. فين بقى بعد فتره الام تقول انا لاحظت ان العين بتاعته بتركن شويه. فلما بنكشف هنقول ده مخبوط وبقاله فتره. ده هنا الاهمال بقى. ما مش واخده بالها. فدايما كنت اقول ايه، احنا ببساطه للطفل الصغير نغمض، نقفل له عين ونلعبه باي حاجه ملونه في العين الثانيه ونشوف هيمسكها ولا لا. ونقفل العين دي ونعمل نفس الاختبار ده للعين دي. طب اعمل الموضوع ده كل ايه؟ كل شهر مره. مش هيجرى حاجه، لان انت اصلا بتسيب الطفل بيلعب ما تعرفيش عنه حاجه، ولو حصل اصابه في عين فهو بيتحرك بالعين الثانيه. يعني هو برضه هو شايف، هو شايف، فانت شايفاه قدامك بيتحرك، بس ممكن تكون عنده عين ايه اصيبت، وده بنشوفه بيحصل ساعات، خبطه تعمل ميه بيضه، تعمل حاجه في الشبكيه. فلازم ان انا اعمل، هي في البيت تعمل الاختبار ده بنفسها على الاقل كل شهر مر. طب دكتور، بما ان حضرتك اتكلمت عن المياه البيضاء، نسمع كتير قوي عن مرض المياه البيضاء، يعني ايه المياه البيضاء وايه هي الاعراض بتاعتها وطرق العلاج، وهل لو انا اتاخرت في التشخيص والعلاج ده بيسبب مشكله اكبر للعين؟ تمام. المياه البيضاء هي عباره عن عتامه، وسميت مياه بيضاء عشان هي بيبقى لونها ابيض. كويس. وهي باللاتيني اسمها الكاتاركت. كاتركت دي باللاتيني معناها الشلال الابيض، شلال الميه اللي هو نازل لونه ابيض. أيوة. وسمت بالشكل ده عشان كده. نعم. احنا عندنا جوه العين عدسه زي العدسه بتاعت الكاميرا كده، عدسه بتجمع الاشعه عشان تدخلها على الشبكيه عشان بعد كده توصل للعصب البصري، توصل للمخ، للخلايا المختصه بالابصار. طيب لما العدسه دي يحصل فيها عتامه يبقى دي اسمها ميه بيضاء. تمام. وليها اشكال كتير يعني. يعني ممكن تكون ميه بيضاء متكونه في اطراف العدسه او في المنطقه المركزيه او في الاثنين مع بعض على حسب يعني. وممكن الميه البيضاء دي تبقى ميه بيضاء خلقيه، يعني الطفل يتولد زي ما قلت لك كده، عشان بيقول لك الميه الام تلاحظ في نقطه بيضاء في العين ولا لا. لان الميه البيضاء دي ممكن مولود بيها، لان كانت الام مثلا بتاخد ادويه وهي حامل زي كورتيزون مثلا. تمام. او حصل لها عدوى زي الحصبه الالماني مثلا. كويس. فده بيأثر على الجنين فيخليه يتولد وعنده ايه؟ ميه بيضاء. فيبقى انا عندي في ميه بيضاء اسمها ميه بيضاء خلقيه. طب ودي حلها ايه؟ لازم تتعمل لها العمليه على طول فورا في الشهور الاولى، لان دي بتبقى مغطيه على العين خالص، فطبعا مش شايف، لازم تتشال. تمام. ومش قادر طبعا يقول، لانه هو لسه مولود الطفل. الطفل عديم الشكوى، دايما بنسميها كده، الطفل عديم الشكوى. شكوته في الناس اللي حواليه، هم اللي يشوفوه ويلاحظوه ويشتكوا له، هم بقى يقولوا احنا شايفينه بيعمل كذا او بيعمل كذا. فيبقى الشهور الاولى دي لازم يبقى في عندنا ايه، تدخل سريع لازاله الميه البيضاء. في عندي ميه بيضاء ثانيه زي ما قلت، دي ده هو مولود كده من عند ربنا كده، مولود كده لاسباب كانت الام حامل وحصل لها مشاكل. في ميه بيضاء بالاصابه اللي هو بيلعب زي ما قلت لحضرتك كده، فحصل عنده اصابه فتكونت عنده ميه بيضاء تتعمل فورا. غالبا بتاعه الاصابه دي لو كانت لاحظوا الاصابه في وقتها ونتج عنها ميه بيضاء، كانت اصابه شديده هتتعمل في وقتها. وغالبا برضو في ناس بتلاحظش الميه البيضاء غير بعد فتره، العين بتركن شويه، بتحوت شويه، فيبقى عنده ميه بيضاء تتشال برضو.
لكن انا عندي في انواع ميه بيضاء تانية بقى اللي هي اعتمت العدسه بتاعه العين دي نتيجه امراض في الجسم بتعجل بيها شويه، زي السكر بيعجل بيها شويه، زي واحد بياخد ادويه كورتيزون لاسباب عنده حاجه في الصدر او حاجه جلديه او ايا كان، ممكن تتكون منها ميه بيضاء. كورتيزون فترات طويله ممكن تعمل ميه بيضاء. بيحط قطرة كورتيزون بقى، مش بيبلع بقى كورتيزون، لا بيحط قطرة كورتيزون في العين كتير قوي قوي لأنها جميلة قوي قوي في علاج الحساسية. فهو بيحط يعني بيحط كتير براحته يعني عمال على بطال زي بنقول يعني، بدون استشارة أو بدون رجوع للطبيب، فبتتكون مية بيضة. وفي مية بيضة بقى كمان اللي هي بتحصل بعد عمليات في العينين، يعني مثلا كنت بعمل عملية مثلا انفصال شبكي شبكية، ممكن يكون بعدها مية بيضة. وفي ميه بيضة بدون اي حاجه من اللي فات ده خالص، ودي الشائعه اللي هي مع السن. مع السن مع تقدم العمر. الايدج ريليتد دي تبقى مع السن عند كتير قوي قوي، بيبقى فيها نسبه جينات برضو، ان الاب والام كان بيجي لهم كان عندهم ميه بيضة، فبرضو عند مرحله معينه من العمر بيظهر عنده ميه بيضة. تمام. علاج الميه البيضة حاليا في الوقت الحالي من ابسط الامور، يعني علاج الميه البيضاء هو ابسط، اعتقد انا بعتقد كده ان هو من ابسط الامور اللي يتم حلها في العين. الميه البيضاء، والميه البيضاء بيتعمل طبعا معاها زرع عدسه في قلب العين، والعدسات طبعا ليها انواع كتير قوي قوي، ففي منها هبسط لك الموضوع. حاليا الموجود في عدسات احاديه البؤره، يعني بشوف فيها زي ما ربنا خلقني كده، اشوف الحاجات البعيده كويس عني زي ما انا قاعد كده دلوقتي، لكن عندي القرايه بستخدم نظاره للقراءه. وفي عدسه بسميها ثلاثيه البؤره، فهتشوفني البعيد والقريب واللي في الوسط ما بين الاثنين، فبيسموها كده. هي في عدسه اللي هي المونوفوكال او التراي فوكال اللي هي الثلاث مراحل دول. فده اللي موجود دلوقتي. العمليه نفسها بتتم بجهاز اللي هو بالطريقه او جهاز اسمه الفيكو او الفيكو امالسيفيكيشن، كويس، ودي بتفتفت الميه وتسحبها من فتحه يمكن اقل من 3 مللي بدون اخذ غرز ولا اي حاجه خالص. تمام. ويتم زرع العدسه دي من نفس الفتحه الصغيره ديت، كويس، بتبقى العدسه ملفوفه على نفسها رولد كده، وتخش تفرد نفسها في قلب العين من الداخل، وبتفضل مستديمه في العين طول العمر. تمام. طب هل اهمال العلاج بسرعه ممكن يؤدي لفقدان البصر؟ هقول لك قاعده طبيه. الجسم كله مش العين بس، كل ما تعالجي الحاجة بدري فأنت بتاخدي إيجابيات كتير قوي وتبعدي عن السلبيات طبعا، وكل ما تخلي الحاجة دي تتأخر بتعمل لها تبعيات تانية. يعني دايما الحاجة في الجسم بالذات لما بتتأخر في أي حاجة، في العينين، في الأنف، في الأسنان، في أي حاجة، في القلب، في أي حاجة ما بتسيبيها شوية بتعمل حاجات تبعيات ليها، وبالتالي يبقى أخش أنا إيه في سلبيات كتيرة. فادي القصه بتاعتنا، دايما دايما اقول ايه، عالج بدري، اجري بدري قبل المرض ما يزيد، او زي ما قلنا كده كشف مبكر، اعمل كشف كل مره كل فتره. تمام. بس هي طبعا الثقافه دي بتاعت ان انا اتحرك من ذات نفسي وانا ما عنديش حاجه، وانا ما عنديش حاجه بس رايح كده اطمن على نفسي، فهي الثقافه دي مش موجوده او مش شائعه الا قليلا. يعني في احنا ناس بنحب ناكد عليها، وفي كل حلقه من حلقات برنامجنا بنتكلم ان لازم يكون في كشف دوري، حتى لو الانسان نورمال طبيعي وما عندوش اي مشكله ولا اي شكوى، بس على الاقل لازم يعمل تشيك اب على نفسه كل 6 شهور. ده لو كل سنه مره يبقى كويس قوي. يعني عايز اقول لك يعني لو كل سنه مره يبقى حلو قوي. طب دكتور، نتكلم عن التهابات الشبكيه. التهابات الشبكيه ايه هي اعراضها وايه هي طرق العلاج ليها؟ هقول لك على حاجات في الشبكيه بتبقى حاجات يعني من زواج القرايب، يعني وتنتشر في طول ما القرايب بيتجوزوا من بعض، فبتنتج عندهم حاجه في الشبكيه اسمها التهاب صبغي تلوني اللي احنا بنطلق عليه العشاء الليلي. وطبعا ده بيظهر مبكر شويه، يعني بيظهر ممكن مثلا من الفتره اللي هي ما قبل ال20، وطبعا مشكلته ان هو في الفتره الاولى بيبقى الانسان شايف، بس دايما بيجي عند الفتره اللي هي بعد الدنيا ما تظلم وبعد المغرب بيبتدي نفسه مش شايف كويس، عايز حد يمشي معاه يعدي طريق يعمل كده، فده حتى سمي العشاء الليلي عشان كده.
هو فعليا ملوش علاج خالص لغايه دلوقتي. عشان الناس بتقول لك انه فعليا ما فيش علاج، لكن في محاولات لاكتشاف علاج ليه. في عندي حاجه تانية بتحصل في الشبكيه مرتبطه بالعمر، بيسميها ايج ريليتد، يعني مرتبطه بالعمر، اللي اسمها تحلل مركز الابصار. فالخلايا بتاعت مركز الابصار بتتحلل، يعني بتضعف. وفي منها نوعين، في نوع بنسميه دراي اللي هو جاف، وفي نوع رطب اللي هو بيبقى تحته اوعيه، تحت الشبكيه اوعيه دمويه بتنزف. النوع الجاف ده برضه عايز اقول ان هو ما فيش حل فيه غير احنا بندي ادويه عشان بس ما يزيدش، عشان نسيطر على الموضوع. انما النوع الثاني اللي هو الرطب ده بتبقى معاه اوعيه دمويه ناميه تحت الشبكيه بتنزف، فلازم نعمل له حاجه اسمها حقن ادويه عشان نموت الاوعيه الدمويه دي. في كلا الحالتين هو المرض ما بيروحش خالص، يعني ما دام حصل في الشبكيه ما بيروحش، بس احنا بنحاول ان احنا يعني نحجمه نقلله وما يزيدش. لانه وراثي؟ في نسبه وراثه، في نسبه متعلقه بالناس اللي هم الاوبيز السمان، في نسبه متعلقه بالناس اللي هم المدخنين بزياده كويس، في ناس متعلقه بالنسبه للناس اللي بيشربوا كحوليات بزياده، فهي الحاجات دي اللي ممكن يظهر معاها اللي بتؤدي لالتهابات الشبكيه. طب بنسمع يا دكتور عن العين الكرومفليه، يعني ايه وايه هي اسبابها، او ايه اللي بيحصل مثلا، الشكوى بتكون ازاي وطرق العلاج؟ هي القرنفليه دي اللي احنا بنسميها، انا بسميها عندي انا العين بتاعته مش صافيه، يعني لونها مش ابيض، يعني البياض اللي هو اللي هي بتسميها الجزء بتاع الصلبه اللي اسمه سكليرا ده بيبقاش كده، بيبقى اتسمت قرنفليه ليه؟ بيبقى لونها مورد شويه، وردي شويه. كويس. العين دي بتبقى يا طبيعتها كده اصلا نتيجه حاجات وراثيه، يا اما الشخص نفسه واقف في مكان متعرض فيه مثلا لحراره عاليه، زي الناس بتشتغل مثلا في المصانع بتاعه الحديد مثلا بيبقى عندهم حراره عاليه جدا، فتبقى العين عنده بتبقى واخده الشكل ده. او العين المجهده اللي هي الناس اللي بتسهر كتير قوي بتنام قليل بيحصل عندهم كده، المدخنين برضو العين بتاخد اللون اللي هو الوردي شويه، يعني ليها بعض الاطرات اللي هي بتزيل اللون ده، ولكن اذا هو ما ابتعدش عن السبب المسبب للموضوع ده هتفضل العين بهذا الشكل. لكنها هي مش مضره للعين من الداخل، مش مضره للنظر، هي في الشكل بس، في الشكل بس بالظبط، ما بتؤديش ان هي مثلا تعمل حاجه في النظر، في الرؤيه ما بتعملش، لا هي دي بس بيبقى في الشكل. تمام. طب دكتور عايزين نتكلم عن الليزك عموما، الليزك والليزر عفوا والليزر دخل تقنيات طبعا حديثه كتير قوي سهل. هل هو انسب علاج لزراعه العدسات اللي هي زراعه العدسات هل الليزك انسب علاج لطول وقصر النظر، وهل الاستجماتيزم بتاثر في ده؟ بصي حضرتك، احنا الليزك ده يعتبر من ثوره، يعني حاجه تقنيه حديثه وفي كل مجالات الطب فعلا، يعني انواع الليزر بقت كتير قوي، لكن هو الطريقه نفسها بنسميها الليزك. الليزر الجهاز اللي هو اسمه اكزايمر ليزر، لكن الطريقه اللي بتتعمل بيها اسمها الليزك، واتحدثت باسمها الفيمتو ليزك كويس. وكان عندنا حاجه بنسميها الويف فرونت اللي هي بنسميها بصمه الليزك ببصمه العين، فهي كلها طرق في منتهى الجمال بصراحه. الليزك طبعا من الحاجات الجميله اللي بتخلي البني ادم يستغنى عن اللينسز لو كان بيستخدم لينسز، او يستغنى عن النضاره بتاعته كويس. الناس اللي ما ينفعش تعمل لهم الليزك بنعمل لهم زرع عدسه داخل العين، عدسه مخصوصه لتصحيح قصر النظر والاستجماتيزم برضه. بدايه سن الليزك اصلا بنبتدي من مثلا من سن 18 او 19 او 20، لكن احنا بنبتدي من اول ال 18 بس بشرط ان يكون الكشف بتاع النظر ثبت ما فيش فيه تغيير. يعني طبعا انت عارف احنا بنعمل كشف تقريبا دوري كل 6 شهور او كل سنه مره، يبقى انا على الاقل اخر 3 كشوفات عندي ثابتين، اذا ثابتين احنا بنعمل على طول الليزك. اذا مش لسه في تغيير بننتظر شويه، بنقول لا استنى كمان سنه او كمان سنتين، وبعدين بعد كده بنعمل الليزك. اختيار النوع نفسه بيرجع للطبيب، هو اللي بيشخص يقول لك النوع ده انت يناسبك نوع كذا او كذا او كذا. فهو دي الحاجات طبعا الممتازه يعني الجميله جدا اللي يعني اعتقد الناس كلها بتستفيد منها. النضاره ولبس النضاره، هل النضاره بتساعد مع قصر او طول النظر، وهل لازم ان انا البسها على طول ودايما؟ على حسب الدرجه،
يعني في درجه من قصر النظر او طول النظر بتبقى بسيطه جدا، فالانسان بيبقى ماشي شايف كويس قوي، لكن في حاجات هو بيحتاج فيها النظاره. يعني هو مثلا قاعد بيشتغل على كمبيوتر مثلا او قاعد بيقرا، فبيحس ان هو مجهد، بيتعب، عينيه بتتعب، بيحصل له صداع. يبقى هو لازم يستخدم نظاره عند القصه دي، عند الحاجه اللي هو عاوز يعملها، فالنظاره هتساعده هنا. لكن في ناس عندهم درجات عاليه شويه، يعني القصر النظر بتاعهم عالي شويه، الماينس بتاعه عالي شويه، فده لازم يلبس نظاره على طول باستمرار. او عنده قصر نظر واستجماتيزم لازم يستخدم النظاره باستمرار، او عنده طول نظر لازم يستخدم النظاره باستمرار. انا عايز اقول لحضرتك ان في نوع من انواع الحول في الاطفال الصغيرين بيبقى حله وعلاجه بالنظاره، هما بيبقى عندهم طول نظر زايد قوي قوي، لان احنا اصلا كلنا بنتولد بعدنا طول نظر بس بسيط. لو زاد قوي زاد عن اللزوم العين بيحصل لها انحراف، وبالتالي انا لازم البس النظاره. لما البس النظاره للطفل العين بتتعدل. طب استاذن حضرتك يا دكتور، هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام، واحب انوه حضراتكم ان احنا في نهايه الحلقه هنستقبل مكالمات تليفونيه بعد الفاصل الاخير لاسئله حضراتكم مع الدكتور باذن الله. فاصل ونرجع لكم. الحمد لله بفضل ربنا تم الانتهاء من عملية مية بيضاء في العينتين اليمين والشمال لمدام مريم، وهي من الهند. يس ان شاء الله من انديا، عند شي وثيل الاصل دوت هي الاكسبيرينس اباوت السيرجري اند ذا ريزلت اوف ذا سيرجري. يو كان توك ناو. يس دكتور اشرف، اي واز فيري هابي وذ يو. The moment I came to you, I thought that my problem has solved, because the space on your smile, all my problems were gone. Okay. The surgery was excellent. The moment I stepped inside the OPT, I did not knew anything. I had full trust on you. Yes. And when I came back, yes, Alhamdulillah, everything was excellent. My vision is back. Yes. I can see very well, which with glasses also I couldn't see. Yes. It was that bad. My eyes were that bad. After wearing glasses also I was not able to see. But after coming to you and after doing my surgery, everything is good. Alhamdulillah. Thank you very much. Most welcome, doctor. Alhamdulillah. طبعا بتشكر قوي ان العملية كانت يعني كويسة وما خدتش وقت في العمليات، والنتيجة بتاعتها كانت كويسة جدا الحمد لله. واحنا حتى قسناها النظر دلوقتي، لان الحمد لله يعني العينتين ما شاء الله 6/6، ويعني بنبارك لها الف مبروك، ودايما نشوفك بخير ان شاء الله. شكرا. اهلا وسهلا بكم. احب اتكلم عن مستشفى النور للعيون اللي هي تابعه لجمعيه عيون مصر. جمعية عيون مصر دي أنشأها أستاذنا رحمة الله عليه المغفور له أستاذ الدكتور علي المفتي، أنشأها سنة 1993، وكانت فكرة جميلة جدا بالنسبة له إن هو الاتفاق والمشاركة مع مجموعة من رجال الأعمال المهتمين بعمل الخير في مصر، إن هم ينشئوا مكان أقدر أقول هيبقى له درجة كفاءة عالية قوي، كواليتي عالية جدا، يعني زي ما بنقول كده على أعلى مستوى فعلا، مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، يضم عدد ضخم جدا من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين في فروع طب وراحة العيون لعلاج المرضى الغير قادرين، فهي مستشفى غير هادفة للربح. تم إنشاء الجمعية سنة 1993، وتم افتتاح المستشفى سنة 1998. دي تعتبر أول مستشفى متخصص في طب جراحة العيون، بمعنى إنها تضم تخصصات كتير قوي شاملة كل أفرع طب جراحة العيون، من قرنية وما يتبعها من تصحيح إبصار، المياه البيضاء، المياه الزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، قسم الأطفال بما يشمله طبعا في قسم الأطفال برضه، قسم التجميل، قسم الفحوصات وأحدث أجهزة الفحوصات، قسم العدسات اللاصقة،
اللي عايز اقوله برضو ان المستشفى متطوره، يعني لازم كل الاجهزه الجديده تكون موجوده في المستشفى، طبعا ده بمشاركه كل رجال الخير اللي هم قائمين على المستشفى فعلا في توفير، بيبذلوا مجهود ضخم جدا في توفير كل الاجهزه الجديده والحديثه للكبار وللاطفال، سواء تشمل الفحوصات او تشمل الاجهزه اللي بتعالج او تشمل الاجهزه الجراحيه. الحقيقه ان احنا بنعمل العمليات هنا في مستشفى النور باسعار اقل من بره كتير جدا، كشف نفسه حتى في مستشفى النور يعني اعتقد ان هو في متناول كل الناس اللي هي البسيطه وغير قادره. ما زلنا طبعا مستمرين وان شاء الله تستمر المستشفى، لان انا بعتبر المستشفى دي عمل خير وصدقه جاريه، ان شاء الله تظل على طول باستمرار في خدمه وعلاج قطاع كبير جدا من مرضى الغير قادرين والقادرين برضه طبعا، لان هي طبعا معمول فيها اقسام ثانيه مختلفه على مستوى برضه عالي لخدمه الناس القادرين. باب المستشفى مفتوحه طبعا كل يوم من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 9 او 10 مساء، فيها زي ما قلت كده كل الاطباء المتخصصين والاستشاريين والاساتذه في طب وجراحه العيون. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، ولسه مستمرين معاكم في كل ما يخص الطب وجراحة العيون مع الأستاذ الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون، المدير الطبي لمستشفى النور للعيون جمعية عيون مصر. برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ارتداء النظارة وهل هي مفيدة ولا مش مفيدة في قصر النظر وطول النظر، وجزئية مهمة جدا، هل اللي بيلبس نظارة مطالب منه ان هو يلبسها معظم الوقت؟ اذا كانت النظارة هو عنده كسر نظر شديد هو مطالب يلبسها طول الوقت، اللي هو مش هيقدر يستغنى عنها، هو ده مش هيشوف غير من غيرها. او عنده طول نظر شديد برضه يبقى مش هيقدر برضه يستغنى عنها. اللي بعد الشديد الارقام العالية المتوسط الدرجة المتوسطة برضه مش هيقدر يستغنى عن النظارة. طب اللي بأقل من كده اللي هي درجة البسيطة ده ممكن يستغنى عن النظارة، يعني ممكن ندي المقاسات يعني نقول مثلا بداية من ماينس كام أو بلس، مش هقدر أقول لك المقاسات لأن في ناس عندها النص درجة ده اللي هو بيفرقش عند ناس بيفرق عنده هو. دي حاجة مهمة جدا. طب تمام، ده سؤال مهم جدا. أيوة أو تنويه مهم من حضرتك. يعني احنا ساعات بنلاقي ناس يقول لك أنا مش قادر إن أنا أشوف كويس، نكشف عليه عنده هو نص درجة بس هي فرقت معاه عنده جامد جدا. وناس كتير قوي في الشارع عندها نص درجه ودرجه كمان وهو ماشي متاقلم برضه. ليه؟ لان في عندنا عضله داخل العين، عضله داخل العين زي اللي بتعمل الزوم بتاعه الكاميرا وتقرب وتبعد، دي بتبقى عنده العضله بتاعه العين متكيفه على ان هي تظبط له الرؤيه، فهو هي العضله دي بتشوفه البعيد وتشوفه القريب. في ناس عندها العضله دي بتبقى ضعيفه فمش قادر ان هو لا يشوف البعيد ولا القريب فبيستخدم النظاره. ودي ملهاش دعوه بالقياس. ملهاش دعوه بالقياس فعلا. دي حاجه بقى بتاعه الجسم نفسه تختلف من شخص للتاني. فيبقى النظاره مهمه، وهو النظاره ما زالت هي رقم واحد في علاج طول النظر وقصر النظر والاستجماتيزم، هي رقم واحد ودايما نستخدمها. يعني حتى عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان انا لما بيجي لي حد عاوز يعمل التصحيح الابصار الليزك واساله انت ايه مشكله النظاره عندك؟ مش عايز تلبس نظاره ليه؟ فالنظاره مهمه. لا عنده اسباب مش قادر استخدم النظاره عشان الشغل بتاعي او عشان اسباب اخرى او مش قادر استحمل النظاره او كده. فطبعا بنعمل بس بتعيق حياته عموما. بتعيق يعني. حياته فبس احنا فدي من الاسئله المهمه اللي الواحد بيسالها يعني. طب يا دكتور لو انا فعلا بلبس نظاره وبنساها ما بلبسهاش كتير، هل ده ممكن يؤدي ان المقاسات تقل والنظر يضعف اكتر؟ كويس. هل الشخص اللي هو مش قادر يتحرك مش شايف يقوم حتى يجيب يكون نفسه كوبايه ميه مش شايف هينسى النظاره؟ ما اعتقدش. تمام. لا طبعا هو هيلبسها. انما مين اللي بينسى النظاره؟ اللي هو درجاته بسيطه اللي هو قادر يتحرك من غيرها مش شايف قوي بس قادر يتحرك، فده بينساها زي ما قلت زي ما حضرتك قلت كده، فعلا بيسيب النظاره لانه بيتحرك يعني قادر يتاقلم يعني. لكن اللي هو مش قادر يتاقلم هيستخدمها يعني ما لهاش حل، هو لازم يستخدم النظاره. فهي نظاره بس برضه لازم نقول النظاره مهمه جدا، ده دي للمرحله اللي هي ما قبل سن ال40 اللي هو بيبقى عنده
يعني مش شايف لا البعيد ولا القريب فبيستخدم النظارة. انما هو ممكن يكون ماشي كويس قوي قوي بيشوف 6 على 6 وبعدين يوصل لمرحلة السن ال 40 العضلة اللي بتكلم عليها دي بتضعف. ضعفت نتيجة لكبر السن. فيبتدي هو ما يشوفش الحاجة اللي قدامه القراية اللي كان بيشوفها. لازم يبعد الحاجة عنه كده شوية عشان يشوفها. أو إن هو يعمل إيه؟ نظارة للقراءة. يبقى نظارة القراءة دي إيه؟ على رقاب الجميع. تمام. اللي إحنا بنسميها يا دكتور نظارة حفظ النظر. في ناس بتطلق عليها كده. وحضرتك بترشحها يعني مفيدة؟ أقول لك على حاجة. يجي الإنسان أول ما يخش في الأربعينات يلاقي نفسه إيه مش شايف كويس بس هو مش متصور إن هو هيلبس نظارة. مش قادر يصدق القصة إن هو هيلبس نظارة. متعودش عليها. بالظبط. فالعمر طبعا بيمر يوصل بقى لما 47 48 يلاقي نفسه فعلا لا مش شايف. نيد محتاج. محتاج. فبيستخدم نظارة القراءة. الأجهزة نفسها زي الموبايل وكل واحد بقى على حسب شغله يعني. الموبايل نفسه دلوقتي في اوبشن ان انا ممكن اكبر الخط فممكن ان انا ما استخدمش نظاره القرايه وهم عاملين الاوبشن ده عشان كده ان انا ممكن اكبر الخط الفونت بتاعه سواء كان على التابلت او على الموبايل. لكن الحاجات بقى التانية اللي هي الصغيره اللي مش هقدر اقراها مثلا زي مثلا نشره ادويه الصغيره قوي دي اللي في قلب علبه الادويه لا هحتاج لها نظاره قرايه مش هقدر. طب يبقى النظارة مهمة جدا. جدا جدا. طب دكتور في كل مجال مش مجال الطب بس في معتقدات كتير شائعة بتكون خاطئة. ايه هي معظم او اكتر المعتقدات الشائعة الخاطئة في زراعة العدسات؟ في زراعة العدسات؟ يعني في زراعة العدسات او مثلا في العمليات يعني دايما يقعد يقول لا اصل في معتقد بيبقى سائد الناس كتير بيتكلموا يقولوا مثلا ايه لا هتعمل العملية فبعد فترة ما عينيك هتضعف ومش هتعرف هم تعملها مرة تانية لو عملتها قبل الـ40 بتبقى في معتقدات كتير. في معتقدات اولا احنا عندنا العدسات في نوع انا كنت لسه متكلم عليه اللي هو لو انا العين مقاساتها ما تسمحش ان انا اعمل فيها تصحيح ليزك بنعمل لها زرع عدسه وهي عدسه امنه وخامله والجسم اصلا ما بيرفضهاش ولا له اي رد فعل عليها. تمام. دي حاجه. لكن انا عندي العدسه اللي هي بتتحط مع عمليه الميه البيضاء ودي طبعا جزء في 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 العمليه نفسها ما بتاخدش زي ما بتاخدش دقائق ولكن ده مهم جدا. في ساعات اعتقاد عند الناس ان الميه البيضاء بترجع تاني. الميه البيضاء بترجعش تاني. طب كويس دي معلومه مهمه خالص استحاله. لكن في حاجه بتتعمل ان ممكن الجسم بتاعي انا وانا حاطط عدسه في قلب العين الجسم نفسه يبني خلايا على السطح الخلفي للعدسه فيبتدي يقول انا مش شايف كويس ويسالنا يقول هو يا دكتور هي الميه البيضاء رجعت تاني نقول له لا ما رجعتش تاني انت جسمك هو اللي بنى خلايا على سطح العدسه. طب وده حله ايه؟ بنعمل حاجه بنشيله بجهاز اسمه ياج ليزر كويس والناس بتطلق على القصه دي ان انا بمسح العدسه. تمام. يبقى بعمل عمليه ايه؟ مسح العدسه. أوكي. كويس. طب انا هحتاج الليزر ده كذا مره؟ لا هي مره واحده بيتعمل ويتشال الخلايا دي ويرجع له عودة الإبصار مرة تانية. طب نسبة الناس اللي بيحصل عندهم الموضوع ده ما تزيدش على 15-20% من الناس اللي بتعمل يعني كل 100 فرد نعمل له مية بيضة يكون عندنا 15 أو 20 واحد يكون محتاجين القصة بتاعت الإيه الليزر بس. ودي بتبقى النتيجة طبعا للتقدم في العمر أو النتيجة مثلا لأمراض معينة في العين ما لهاش دعوة بالعملية. لا ما لهاش علاقة بالعملية خالص. لا مش قوي يعني لكن بس برضو احنا دايما اللي بيغلبنا قوي في الأمراض هو السكر دايما اللي بيغلبنا ونلاقي فيه ربنا يشفي مضاعفات ربنا يشفي الناس كلها. أمين يا رب العالمين. طب دكتور عايزين نتكلم باستفاضة بقى عن التقنيات الحديثة الليزر والفيمتوليزك والليزك والتقنيات اللي احنا سامعين عنها ايه مفيده ليه مميزاتها ايه للانسان عموما؟ بصي حضرتك التكنولوجي دايما في صف البني ادم. دايما هي وجدت لصالح البني ادم لصالح البني ادم وتطوير التكنولوجي نفسه لصالح البني ادم لان التطوير اصلا بيتم بناء على ان انا كان بيبقى عندي فيه حاجات فيها بعض الاخطاء او العيوب فانا بتفاداها
وبعدلها وبحسنها بشكل تاني. فلو كان عندي مثلا الليزك العادي كويس، بعد فتره يطلع لنا حاجه اسمها البصمه، وبعد فتره يطلع لنا بعد حاجه اسمها الفيمتو. كل واحده بتطور وتتفادى حاجات كانت بتضايق الناس في الليزك اللي قبله. فهي ده دايما التكنولوجي ماشي بالشكل ده. فدي حاجه طبعا كويسه جدا. من اجمل الحاجات طبعا عندنا دلوقتي اللي هو الفيمتو ليزك، فعلا يعني من اجمل التقنيات. والفيمتو بيتدخل عندنا كمان مش في الليزك بس، اتدخل كمان في الميه البيضاء، ان انا ممكن اعمل ميه بيضاء بالفيمتو، ان انا ممكن اعمل زراعه قرنيه بالفيمتو في منتهى الجمال، ان انا ممكن اعمل زراعه حلقات، حاجه اسمها زراعه حلقات لعلاج الاستجماتيزم بالفيمتو. فالفيمتو من الحاجات الحلوه الجميله اللي هي افادت البشريه. طب دكتور لو عايزين نتكلم عن ضغط العين، يعني ايه ارتفاع ضغط العين؟ ونقدر نقول ازاي، او انا احس لما يجي لي ايه او اشعر بايه اقول لا انا ضغط عيني ده كده عالي، وطرق علاجه ايه او الادويه ليه ايه؟ تمام. ضغط العين هو يعني اي حاجه في الجسم مغلقه ليها ضغط. اي مكان مغلق في الجسم له ضغط. فالقلب حجرة ليها ضغط، العين ليها ضغط، الأذن ليها ضغط، المخ له ضغط. الأماكن المغلقة دايما يكون ليها إيه؟ ليها ضغط. العين باستفاضة شوية، أنا عندي فيه سائل بيفرز داخل العين. هذا السائل مسؤول عن الرؤية، مسؤول عن تغذية بعض الأجزاء الداخلية للعين، بيفرز من أماكن معينة في العين من خلايا معينة، ويبتدي يتحرك له طريق بيمشي فيه حركة دورانية، وبعدين بعد كده يخرج خارج العين. يبقى أنا عندي مكان جوه العين بيفرز السائل ده، وبعدين بعد كده السائل يتحرك ويطلع بره العين عن طريق مسام رفيعة جدا. طيب امتى لما لما المسام الرفيعه ديت بتتقفل، فالسائل بيتحرك ويجي يخرج، مش عارف يخرج فيتحوش. فلما يتحوش في قلب العين يقوم يرفع ضغط العين. يبقى هي دي القصه بتاعت ضغط العين. يعني انا عندي ضغط عين، يعني ارتفع ضغط العين بسبب ان السائل مش عارف، مخزون السائل اللي مش قادر يخرج، مش عارف يطلع من جوه العين. تمام. الانسان لما يحصل عنده القصه دي يحصل له ايه؟ يلاقي نفسه ان هو عنده الم شديد في العين، احمرار جامد قوي، زغلله شديده جدا تصل الى ان ممكن الاقي نفسي مش شايف بيها العين خالص. شفتي بقى الحاجات دي كلها؟ طيب ايه اللي يعمله دلوقتي في وقتها؟ لازم يروح يكشف. احنا نفسنا بيجي لنا تحويلات بين الاطباء بتوع الاطباء الباطنيين، يقول انا الشخص ده جاي يشتكي عندي بصداع، وانا كشفت عليه وحللت له، ليه تحاليله كويسه، وعملت له قياس ضغط الدم لقيته كويس، لكن هو عنده صداع. فهو بيفكر ان ده ممكن يكون من العين. ليه من العين؟ لان ممكن العين يكون فيها نفس المشكله دي، الضغط، الضغط بتاع العين. ضغط العين في الطفل يخلي حجم العين كبير. بيسموها بولز اي. بولز اي دي عين الثور، الثور اللي هي العين اللي تحس انها بارزه كبيره بره كده، بارزه بره، ده من ضغط العين. فهي ملحوظه قوي في الاطفال. في الكبار زي ما قلت كده الاعراض اللي انا قلت عليها دي، يا احمرار يا تدميع يا زغلله، فيلاقي نفسه مش شايف كويس وعنده الم شديد قوي، فيبقى معناها ان ضغط العين بتاعه مرتفع. مع الكشف في اجهزه بتقيس ضغط العين سواء للاطفال، بس طبعا الطفل بنقيس له ضغط العين في غرفه العمليات لانه بنخدره عشان نقيس ضغط العين، انما الكبار بنقيس لهم في 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 العياده في عياده الكشف. تمام. اذا ضغط العين اتصنف زي التصنيفات اللي عايز اقول لك عليها دي، انا عندي فيه ضغط بنسميه او 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 الميه الزرقاء اللي بنسميها ضغط العين دي، بنسميها الميه الزرقاء، وسميت بالميه الزرقاء عشان لون العين في الاطفال بتبقى متاخده ناحيه اللون المزرق شويه، البلو شويه، بس مش بلو يعني، لكن راح ناحيه القصه دي. او تسمى الجلوكوما. الجلوكوما يبقى هي الجلوكوما، هي الميه الزرقاء، هي ارتفاع ضغط العين.
لو في الطفل الصغير اللي لسه مولود لازم فورا عمليه، ولا ده نظره يروح. ليه نظره يروح؟ لان الضغط العالي اللي هو زي قلنا السائل اللي بيتحوش في قلب العين ده بيضغط على العين من جواها، فبيحصل ايه؟ بيحصل ضعف للعصب البصري بتاع العين، يحصل له تلف. حاليا الى هذه اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي، لو جزء من العصب البصري حصل فيه ضمور او ضعف ليس له حل وليس له علاج خالص. يبقى احنا ربنا خلقنا بمجموعه من الخلايا العصبيه والالياف العصبيه الحزمه اللي بتكون العصب البصري، اللي لو تلف منها جزء ما بيرجعش مره ثانيه. فاحنا بنحاول نلحق ان احنا نحافظ على ما تبقى من العصب حتى لو كان في جزء منه تلف. على حسب التشخيص بتاعنا احنا بنقول ان الجلوكوما دي ذات الزاويه المفتوحه او ذات الزاويه المغلقه في العين نفسها، ده بالفحص. والعلاج بيتم بناء على كده. يبقى انا ممكن اعالج العين بادويه بقطرات بس مش عليها طول عمره. تمام كويس. او ممكن اعالج العين بالليزر للجلوكوما، او ممكن اعالج العين بالجراحه للجلوكوما، او ممكن اعالج العين بزرع صمام للجلوكوما. فكل على حسب، وطبعا اللي بيحدد ده هو الطبيب المعالج على حسب الحاله نفسها. على حسب الحاله. طب سؤال يا دكتور بقى ملوش دعوه بالسكريبت، وده سؤال مهم ليا شخصيا. اثناء المجهود او البكاء او العياط بيحصل نوع من انواع ارتخاء جفن العين العلوي، وما اقدرش ان انا افتحه فعلا. يعني اللي هو ممكن اكون بتكلم وبتخانق عند بعض الناس كده وبعيط فعلا. أيوة. بس انا مش عارفه افتح عيني. بالظبط، عند بعض الناس بيحصل ده كده. انا بيحصل معايا كده. ليه ده مرتبط بالعصب بتاع العين. عصب العين ده هو عصب الوجه على فكره، عصب الحرك الجفون. ده ملوش دعوه بالعين نفسها اللي جوه. تمام. العصب اللي بيحرك الجفن ده من العصب بتاع الوجه نفسه. كويس. وده مش عند حضرتك لوحدك، بيحصل عند ناس كتير قوي اللي هو ان الجفن يتقل وينزل، لكن بعد ما يحصل هدوء نفسي شويه يبتدي يفتح مره ثانيه. بيبقى ايه بقى الموضوع؟ هو عنده العصب بتاعه ضعيف شويه، ما بيستحملش الحاله العصبيه المتوتره. ان هو يبقى نيرفز. فما بيستحملش. طب الحل ايه وقتها بسرعه؟ لا، هو لازم نبعد عن المكان اللي عامل لنا العصبيه دي شويه ونهدى شويه. نعتزل ما يؤذينا. بالظبط كده، هتلاقي الدنيا رجعت لوضعها الطبيعي مره ثانيه. بس انا انصح برضو حضرتك ان انت لازم ناخد فيتامينز. هنتكلم عن الفيتامينز المهمه. طب ايه هي اهم انواع الفيتامينز اللي تفيد النظر وتفيد العين؟ انا بالنسبه لي للعين انا محتاج فيتامين دي وفيتامين سي وفيتامين اي، مهم جدا. كويس. وفيتامين بي كمان مهم بي. جدا. طبعا بي ده مهم لحضرتك. الحاجات المتعلقه بالعضلات والحركه دي نحط لها فيتامين بي مهم دي جدا. معلومه مهمه، دي معلومه جديده يعني. دي وسي انا باخدهم عادي. واي طبعا زي ما بيجي لنا مثلا ايه الناس المتوترين او المجهدين او الناس اللي ليلهم نهار ونهارهم ليل. كويس. يبقى عنده عضله العين بتعمل انقباض سريع جدا اللي احنا بنسميه العين بترف، بترعش او ترف. بيبقى عنده برضه العصب بتاع العين بتاعه ضعيف مش قادر يستحمل. فبنكتب له برضه على فيتامينز ونقوله ايه، حاول تنام كويس، تاخد فتره راحه كويسه، ابعد عن اي توتر شويه، ابعد حتى ساعات عن الموبايل كتير، يعني ارميه شويه. كويس. فترجع العين لوضعها الطبيعي. ما هي القرنيه المخروطيه وطرق علاجها؟ القرنيه في وضعها في شكلها مستدير زي العين كده مستدير. بس احنا دايما ايه القرنيه المخروطيه انت ما تشوفيهاش، يعني ما تشوفيش واحد قدامك كده تقول ان دي مثلا القرنيه بتاعته مخروطيه ولا لا. ما تبانش بالنظر. لانها دي بتتقاس وليها ارقام. كويس. والارقام بتاعتها بتتقاس مش بالملي، بالمايكرو ملي. تمام. بطبيعه العين اصلا الخلايا بتاعتها بتبقى ماسكه في بعضها. هي خلايا ماسكه في بعضها كده، كل خليه ماسكه في الثانيه بماده. الماده دي بعد يعني فتره من البحث توصلوا للماده نفسها وقدروا يستخلصوا الماده نفسها اللي اسمها رايبوفلافين. كويس. لو الخلايا بتاعه العين دي ابتدت تفك من بعضها شويه، العين بدل ما هي بتبقى مستديره كده تبقى مخروط، بتفك كده فتبقى لا تبقى مخروط، يعني عامله زي الهرم. يعني طلع لها بوز كده زي الهرم. والقرنيه المخروطيه ليها مراحل،
يعني في مراحل بسيطة متوسطة عالية. العالية دي بيبقى الكون ده اللي هو المخروط ده بقى عالي قوي لدرجة ان الجزء بتاعه الفوقاني يحصل فيه نوع من العتامة. ويبقى هنا لازم اتدخل هنا بان انا لازم اشيل المخروط ده كله واحط قرنية تانية. يبقى هنا لازم الحل بتاعي هنا ايه؟ زراعة قرنية. زراعة قرنية. عملية جراحية. عملية جراحية. تمام. طيب. في القرنية المبكرة. انا جبت عند القرنية ليه؟ وابتدي ارجع لورا بقى اشوف اللي قبلها. لان القرنية اصلا زراعة القرنية دي فيها دي زي اي زرع حاجة في الجسم. زي زرع الكلية او زرع الكبد. فممكن الجسم بتاع الانسان يتقبل الحاجة هتتحط فيه لان دي قرنية بشرية من جسم تاني. او يعني انه ما يتقبلش زراعة قرنية من جسم تاني من جسمه يعني من عين واحد تاني يعني من عين واحد متوفي بس طبعا بيبقى لها شروط ان يكون الشخص طبعاً ده طبعاً. عمره قد كده يتقارب مع عمر الشخص اللي هنعمل له العملية جسم الشخص اللي خدنا اللي اتخذت منه القرنية خالي من الامراض اللي هي زي الهيباتيتس التهاب الكبد الوبائي مثلا او الايدز او كلام من ده لازم يكون القرنية ودي تكون خالية من الامراض جسمه خالي من الامراض ودي طبعا بتتحط في بنك عيون والحاجات دي ليها ناس عشان بنك العيون ده اصلا اللي بناخد منه القرنيه ده بيبقى ليه ناس بتجيب لنا القرنيات اللي هي كويسه اما الماتشنج نفسه ما بين القرنيه بتاعت الشخص اللي هاخد من العين دي والشخص اللي هيحط له الماتشنج ده بيتم عن طريق حاجات معينه فيها تدخل فيها السن وحاجات تانية كويس القرنيه اللي بتتحط في العين بتاعت الانسان اللي عنده قرنيه مخروطيه دي ممكن جسم زي كده جسم الانسان يتقبلها او لا يتقبلها او يرفضها اذا رفضها تحصل عتامه كليه للعين فتبقى العين كلها لونها ابيض زي اذا رفض الرفض والقبول ده ما حدش عارفه في الدنيا خالص طبعا اكيد مع اتخاذ كل الاجراءات والاحتياطات انما الجسم ما بيعرفش احنا هنتقبل ولا لا خصوصا ان الرفض ده ممكن يكون رفض اولي يعني لسه في اول يوم في العمليه جسمه رفض يعني لسه اول يوم او ثاني يوم في العمليه جسمه رفض وفي رفض متاخر يعني ممكن يحصل مثلا بعد سنه سنه ونص من اجراء العمليه ففي عندي رفض مبكر وفي رفض متاخر لما ابتدى بقى يحصل موضوع الرفض للجسم ده فابتدت الناس تفكر ان انا اتفادى القصه دي ازاي بالظبط ما وصلوش للقصه دي ازاي فهنا تتدخل قصه الكشف المبكر ان انا مش شايف كويس فبكشف بنعمل اشعه اسمها بينتا كام بتعرفني ان الشخص ده عنده قرنيه مخروطيه طب اتدخل ازاي انا في القصه دي وعالجه ازاي طلعت بقى ايه الاكتشاف الماده اللي هي اسمها رايبوفلافين دي اللي هي متدخله في تثبيت الخليه بتاعه القرنيه نفسها لما يبتدي يحصل بقى المخروط ده معناه ان الماده دي قليله فبتدي الخليه مش لازقه في بعضها كويس فبتدي تفك من بعضها يبتدي يتكون عندي المخروط فابتدينا نعمل حاجه عمليه اسمها عمليه تثبيت قرنيه ايوه ان انا بلحق في المراحل الاوليه ان انا ما وصلوش للمرحله الكبيره اللي في الاخر اللي هحتاج فيها عمليه زرع قرنيه هي دي كانت الفكره ان انا اتجنب زرع القرنيه فاخليه في الاول في المراحل الاولى ان انا اعمل حاجه اسمها تثبيت قرنيه عمليه بسيطة. بنحط فيها الماده اللي هي ناقصه في العين اللي هي الرايبوفلافين دي تحت جهاز معين البلو لايت وتتحط على في العين والعين بتشرب المادة دي كويس وتتحسن الجسم بتاعها ويتحسن الأداء بتاعها دي حاجة الحاجة التانية في درجات من القرنية أنا لازم أتدخل وأعمل حاجة اسمها زرع حلقة عشان أفرد القرنية بدل ما هي عاملة كده أشدها كده تتشد في حاجة بنحط حلقة في قلب القرنية نفسها كويس رنج كده بتحط بشكل معين بمقاسات معينة بطريقة معينة كويس على حسب الخريطة بتاعت القرنية نفسها فدي بتفرد القرنيه شويه بدل ما تخليها طالعه لفوق تفردها ترجعها تنزل تاني تحت شويه يبقى انا استخدمت حاجه اسمها تثبيت القرنيه وده ممكن يتعمل مره او اكتر من مره تمام انما زرع الحلقات ده هو بتعمل مره واحده بس يبقى ده تدخل مبكر في علاج وعشان كده نحب ان احنا نقول ان دايما نلجا بسرعه من بدري للكشف المبكر او الكشف الدوري عشان لو في اي حاجه نقدر ان احنا نلحقها هي. فاصل ونرجع لكم تاني ولسه مكملين معاكم وكل ما يخص طب وجراحة العيون والليزك والتقنيات الحديثة وبعد الفاصل منتظرة اتصالاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم علشان يجاوب عليها الدكتور فاصل ونرجع لكم
ورجعنا لحضراتكم تاني ولسه مستمرين وكل ما يخص جراحات العيون مع الأستاذ الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون، المدير الطبي لمستشفى النور للعيون جمعية عيون مصر. برحب بحضرتك تاني، وحابة أثني جدا على الحلقة والمعلومات الطبية اللي حضرتك بتقدمها لنا النهاردة لحضرتك. من أروع وأرقى الحلقات في حياتي. الله يبارك لك، شرفتيني جدا يا دكتور. تسلمي يا رب، شكرا. عايزين نتكلم عن الشبكية. الشبكية جزء مهم جدا في العين، بنسمع جدا عن انفصال الشبكية وبنسمع كمان عن الارتشاح الشبكي السكري. طبعا. ممكن حضرتك تكلمنا عن مجموعة الأمراض اللي بتصيب الشبكية وطرق علاجها؟ طيب، هنتكلم على الانفصال الشبكي. تمام. الشبكية لو قلتلك مدى انها يعني غشاء رقيق جدا جدا، غشاء هلامي ورقيق جدا ومعقد جدا، ويتكون من 10 طبقات. يعني هو لو الواحد يوريهولك حاجة رقيقة جدا ومكونة من 10 طبقات، سبحان الله، عشان الإنسان يشوف. فقصة الشوف هي قصة معقدة مش سهلة، وما زال العلم كله مفترض نظريات للواحد بيشوف ازاي. يعني انا بشوفك ازاي؟ خلاص عرفنا ان العدسة والقرنية بتجمع الصورة وتنزل الصورة على الشبكية مقلوبة، وبعدين بعد كده تتعدل وتروح ناحية المخ. ازاي انا بشوف؟ ازاي بقى طريقة الشوف دي ازاي؟ فيها افتراضات كتير قوي، لكن فعليا سرها عند ربنا. مدام احنا دخلنا افق كل ذي علم عليه، مدام دخلنا في ان القصه ان انا ده بيفترض كذا والتاني بيقول لا ده احتمال يكون كذا وده بيقول لا ده والله ده احتمال يكون كذا، يبقى احنا ما وصلناش للسبب بتاعها. في ناس بيبقى عندها الشبكيه بتاعته ضعيفه من اطرافها. يعني هي الشبكية ضعيفة من أطرافها. طب ليه؟ لأن حجم العين بتاعه أكبر من العادي. طب حجم العين العادي قد إيه؟ حوالي 2 إنشز، يعني بوستين، يعني حوالي 24 ملي. في ناس ممكن العين توصل من 24 ملي ل 28 ملي أو 30 ملي، يبقى حجم العين كبر وبالتالي الشبكية من جوه اتشدت فبقت ضعيفة. تمام؟ تمام. ده بيحصل في مين بقى؟ بيحصل في الناس اللي هم عندهم قصر نظر شديد قوي، وبالتالي الشبكيه بتاعته ممكن تكون انها ايه، مش ماسكه نفسها قوي فبتفك. الفككان بتاع الشبكيه ده بيتم في خلال الطبقات اللي قلت عليهم العشرة دول، يعني مثلا 4 و6 ما بينهم جزء ده ضعيف قوي بيحصل فيه الانفصال، يحصل قطع في الشبكيه، ففي سائل يخش يملى ما بين الطبقات دي، فيحصل حاجة اسمها ايه؟ انفصال شبكي. انفصال شبكي نتيجة قطع الشبكية. القطع ده ممكن يحصل لوحده فبنسميه انفصال شبكي لوحده لحد لذاته اسمه ريجماتوجينوس. الانفصال ده ممكن يحصل بسبب إصابة في العين فيحصل انفصال شبكي. الانفصال الشبكي ده ممكن يحصل بسبب السكر لأنه عمل تليفات شدت الشبكية خلعتها من مكانها. الانفصال الشبكي ممكن يحصل بعد تدخلات جراحية في العين، يعني مثلا دخل بيعمل عملية مية بيضة ممكن بعدها الشبكية تفك، أو بعد عملية كذا ممكن الشبكية بعدها بتفك، فده كل ده شيء وارد. دي كلها أسباب. الحل بتاعه جراحي. جراحي. على طول. تمام. لأن لازم نخش نشوف المكان القطع ده فين ونلحمه ونرجع الشبكية لمكانها ونلحمها بالليزر، وبترجع إلى حد ما الإبصار نسبيا إلى مكان عليه، ما أقولش لازم أقول كليا، أقول نسبيا إلى مكان عليه ما قبل حدوث الانفصال الشبكي. طيب حضرتك قلت حاجه تانية اسمها ارتشاحات السكري. ودي بقت حاجه شائعه جدا. ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ السكر من الامراض اللي بتاثر في الجسم كله. بس بتبتدي غالبا بنسبه عاليه قوي في العين. في العين. لكنها ممكن تاثر في الاطراف زي اطراف الرجل مثلا وصوابع القدم. كويس؟ ليه؟
لان السكر بيأثر في حاجتين غالبا في الجسم، اول حاجه الاعصاب، تاني حاجه الاوعيه الدمويه. طب ده متعلق بان السكر بتاعي مش منتظم، هو وجود السكر في الجسم اصلا يعمل ضرر، بس لو كان مش منتظم، لو كان عالي عن الطبيعي، يبقى الضرر ده بيحصل سريع ومكثف، يعني مش بس يحصل بسرعه، لا ودرجته عاليه كمان. ده لو كان الانسان مهمل في نفسه ومش واخد باله من السكر بتاعه. لكن ممكن يحصل في واحد سكره الى حد ما مظبوط، بس بيحصل مثلا بعد 10 سنين من السكر يبتدي تظهر ايه؟ مضاعفات. تمام. السكر غالبا عند الناس عشان بتبقى متصوره ان انا ليه انا بيحصل عنده مضاعفات وهو سكره كويس، لان السكر عصبي، ممكن يكون انفعالي، اغلبه انفعالي فعلا يعني. والفتره بيحصل فيها انفعال بيحصل فيها ارتفاع في السكر. كويس. وعدم اتباع الناس للقواعد، يعني اللي عنده سكر ده مش بيبقوا اغلبهم برضو مش متابعين للقواعد، يعني المفروض ان اللي عنده السكر ده بيمشي كل يوم كتير كويس عشان يحرق السكر، عشان يحرق الدوره الدمويه، اغلبهم مش بيمشي كتير. المفروض انه يبتعد في الاكل عن السكريات، اغلبهم بيحبوا السكريات قوي، بالذات عندهم السكر بيحبوا السكر قوي، بيحبوا الحاجات المسكره قوي. كويس. ففي اغلب الناس دي مش متابعه للقواعد، مش بيحلل كل فتره، مش بيروح يكشف كل فتره، مش عارف معدله قد ايه. فدي كلها حاجات لازم ناخد بالنا منها. بالظبط. لما يحصل ضعف في الاوعيه الدمويه بتاعه الشبكيه، واوعيه الدمويه بتاعه الشبكيه دي هي ارق من شعره الراس، يعني الشعيرات اللي في العين رفيعه جدا وضعيفه جدا، اضعف من بيقول لك يعني هي قد تكون في حجم شعر الراس. فتخيلي بقى انا عندي انبوبه رفيعه قوي وبيمشي فيها دم عشان يوصل دم للشبكيه. الانبوبه دي الرفيعه دي او الخرطوم الرفيع قوي ده، السكر بيهلك الجدار بتاعه، الجدار بتاع الانبوبه دي بيهلك. فبيضعف، فبيخرج شويه سوائل من جواه لبراه، وعشان كده يسمى ارتشاح. تمام. زي الماسوره عندي كده، لما جدارها يتاكل الميه تخرج من جواها لبراها، فنلاقي الجدار نفسه الحيطه نفسها اتبلت، فنقول الحيطه ايه؟ بترشح. بالظبط كده. فانا عندي نفس القصه في العين، بتحصل نفس القصه. المفروض الشبكيه ما بتبقاش فيها ميه ولا سوائل عشان ابقى شايف. بالظبط. لما يحصل ضعف في الاوعيه الدمويه ده وتخرج السوائل من جوه الاوعيه الدمويه دي للخارج، فبيحصل تتملي ميه، فده بنسميه ارتشاح. طب ايه حله بقى؟ بالظبط. الشبكيه ليها سمك بيتقاس بالمايكرو، برضه هو كمان بالمايكرو ملي. تمام. لو انا حصل شويه ارتشاح سائل جواها، الاقي سمك الشبكيه ارتفع علي، يعني بدل ما سمكها مثلا 100 وكذا مايكرو، بقينا 300، بقينا 400، بقينا 500، اتملت ميه. فالشخص ما يشوفش. طب ايه الحل؟ الحل ان انا عايز اوصل للاوعيه الدمويه دي اللي عماله بتخر دي، واعمل لها لحام بالليزر. تمام. وايه كمان؟ وبحقن أو ادويه في قلب العين بتقضي على السوائل دي، بتنشفها. وبتمنع نمو حاجه اسمها اوعيه دمويه ناميه في الشبكيه جديده. بتمنع نموها. فبالتالي انا بحاول احد من موضوع ايه؟ الارتشاح السكري. هو ده الارتشاح السكري. تمام. كويس. الارتشاح السكري ده بيتعالج ويرجع برضه، ودي نقطه مهمه قوي، لان الناس بتقول انا ما انا عملت حقن مره واثنين وثلاثه. اقول له ايوه، ما حضرتك انت عملت الحقن ده وكل مره كنت بتعمل فيها، عشان السبب اللي لسه موجود، عشان السبب موجود، السبب اللي انت خد بالك من سكرك، واعمل كذا وامشي وابعد عن، بلاش انفعالات، بلاش توترات، لكل فعل رد فعل. بالظبط كده. بما ان حضرتك احنا بنتكلم عن القرنيه، عايزين نتكلم عن تقرح القرنيه. ايه هي اعراض تقرح القرنيه، اسبابها واعراضها وطرق علاجها؟ اعتبري حضرتك ان القرنيه دي عامله زي البلاط المرصوص جنب بعضه. تمام. كويس. وهي كده فعلا، يعني كانها خلاياها بلاطات مرصوصه جنب بعضها. لو وقع منها او اتشال منها كام واحده وسابت مكانها فاضي، فدي اسمها قرحه. قرحه. ايه اللي يعمل القرحه؟ الخدش.
من اشهر الحاجات اللي بتعمل كده ان واحد ماسك حاجه في ايده لمست عينيه ده بايده هو كويس. وايه تاني؟ الناس اللي هي بتشتغل في اللحام الشرز بتاع ده يخش بتاع يعمل له قرحه او الناس اللي بتركب الموتوسيكل من غير نظاره يخش حاجات في العين تعمل له قرحه كويس. او الناس اللي بتستخدم عدسات لاصقه كويس ومش بتنظفها ومش بتشيلها عند النوم ممكن العين تجف قوي 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 ويحصل لها قرحه. فالقرح لها اسباب كتير قوي تمام. اشهرها اللي احنا قلنا عليها الاصابات او الكونتاكت لينس كويس. وفي بعض الامراض في الجسم برضو بتسهل حدوث القرحه زي الناس اللي عندهم امراض روماتيزميه مثلا اللي عندهم الامراض الروماتيزميه بتبقى عاليه قوي بتعمل جفاف نسبته عاليه قوي قوي فيحصل عندنا قرحه. او الناس اللي مناعتها ضعيفه فيبتدي في فيروس عندي اسمه الهربس يهجم طبعا. على القرنيه يعمل لي قرحه اسمها قرحه شجريه بتاخد شكل شجره قرحه شجريه. والهربس فيه منه نوعين هربس سيمبلكس وهربس زوستر. هربس سيمبلكس ده اللي هو السيمبلكس اللي هو يجي في العين بس يخف بس نقعد نوصل الانسان ارجوك ما تنفعلش عشان ما يكررش تاني. اما الهربس زوستر اللي هو الاشرس والالعن يعني ده بياخد في نص الوجه ممكن ياخد نص الوجه كويس فممكن ياخد يعمل حاجه زي البثور كده او الحبيبات حوالين العين اذا وصل العين بيبقى مؤذي قوي ليها اذا ما وصلش يبقى يعني خير وبركه. نفس الهربس زوستر ده اللي الناس بتسميه الحزام الناري سواء كان في الوجه او في الجسم او في الجسم طبعا هو ده مضر جدا. وطرق العلاج ايه يا دكتور؟ بالنسبه لنا احنا القرحه العاديه اللي هي خدشه كده اللي هي ساعات نلاقي من اشهر الحاجات عندنا برضو ام بترضع ابنها وهي بترضع له خدش عينيها دي مشهوره قوي. ايوه دي من اشهر الحاجات اللي هي الاصابات دي بتخف في 5 ايام ناخد علاج جاست انت بنحط كفر على العين في باتش بيتحط على العين مع قطرات بسيطه ومرهم بتخف وتتبني الخلايا اللي انا قلت عليها البلاطات اللي وقعت دي بترجع تاني من عند ربنا الجسم بيبنيها مره ثانيه كويس وتبقى مبنيه بنفس درجتها وكلير جدا فالانسان يشوف كويس قوي ودي الحاجات الجميله في القرنيه. جميل. الا الحاجات بقى اللي فيها يعني اصابات عنيفه زي قطعات مثلا قطع جامد في القرنيه لا القطعات الكبيره الجامده دي بتاخد جسم القرنيه كله دي بتسيب مكانها ندبه او علامه او عتامه. ففي في قرحه تعدي بخير وسلام ما تسيبش اثر وفي قرحه لا بتسيب اثر. القرحة الفيروسية في أولها ممكن تخف وخلاص وما ترجعش ليها تاني لكن ممكن إنها لو بتتكرر كتير قوي تسيب لي أثر في القرنية تسيب لي عتامة في القرنية. ضمور عندنا حاجة مهمة جدا ضمور العصب البصري الذي ليس له علاج ماذا يعني؟ الذي ليس له علاج بالظبط لماذا؟ اللي هو مغلب الدنيا كلها مغلب دكاترة وكأن ده أنا بعتبر كده وكأن ده خط أحمر وماذا يعني؟ ما بنعدهوش ما نقدرش نعديه اللي هو الـ 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 زي ما قلت كده ان العصب البصري ده حاجه في مؤخره العين يطلع من العين دي عصب بصري ومن العين دي عصب بصري ويلتقوا مع بعضهم ورا العين بعد كده يتفرعوا تاني ويمشوا في تراك ياخد من اول العين لغايه مؤخره الراس عشان الخلايا المعنيه بالرؤيه موجوده في مؤخره الجمجمه فعلا الخلايا بتاعه العصب البصري هي طبعا خلايا زي العين كلها هي رقيقه جدا ما تستحملش حاجه يعني انا ما اشوف مثلا واحد شرب كحول بنسبه عاليه قوي العصب بتاعه اتدمر في وقتها على طول حصل ضمور وفي ضمور بيحصل اللي هو ضعف وتلف بسبب الميه الزرقاء وطبعا من اشهر الامراض عندنا طبعا الميه الزرقاء تعمل ضمور في العصب البصري السكر يعمل ضمور في خلايا العصب البصري الجلطات تعمل ضمور في خلايا العصب البصري. فالعصب البصري ده له امراض فعلا تاثر فيه كتير قوي لكن هو ملوش حل لغايه دلوقتي. كل دايما الفكره دايما عندنا كلها ان احنا بنحاول نلحق ما تبقى، خدي بالك من اللفظ ده. طبعا حضرتك قررت اكتر من مره. مفيش عوده للوراء تاني. ما يصيب العصب البصري ليس له عوده للوراء. واحنا بنحاول ان احنا ايه؟ نعالج الحاله نفسها يعني ننقذ ما يمكن انقاذه عشان نثبت الحاله. تمام. حضرتك ذكرت جلطه العين، هل العين بتصاب بجلطه؟ فعلا
طب ايه اسباب؟ عندي جلطه اسمها جلطه وريديه وعندي جلطه اسمها جلطه شريانيه. جلطه العين دي متعلقه بالاوعيه الدمويه نفسها. استاذن حضرتك معانا مداخله هاتفيه. اه اتفضلي. مدام منى من القاهره، مساء الخير يا مدام منى. مساء الخير يا فندم. اتفضلي حضرتك يا فندم، الدكتور مع حضرتك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. لو سمحت انا عيني اليمين فيها زي شعيرات دمويه زهره وبازه، ولما بيبقى عندي صداع بتظهر اكتر. والعين الشمال كويسه؟ اه كويسه. والقصة دي عندك من زمن ولا لسه قريب؟ لا بقالها يعني سنتين ثلاثة. طب انت بتاخدي اي ادوية باطنية لاي حاجة؟ لا خالص؟ لا يا فندم. يعني كانت العين طبيعية وابتدت تظهر انها اذا حضرتك بتقولي يعني واخدة ايه شكل فيها احمرار مثلا؟ زي شعيرات. شعيرات دموية؟ اه. لما طيب. بيبقى في صداع بيبقى في ضغط جامد على العين وبتكون بارز طيب. اكتر وواضحه اكتر في العين. حضرتك قست ضغط العين؟ لا ما قستش. لازم تقيسي ضغط العين. تمام. يعني دي اول حاجه اقول لك عليها على طول، لازم تقيسي ضغط العين لان طبعا ده بيتوقف عليه حاجات كتير جدا، فهنصحك بالقصه دي على طول تقيسي ضغط العين. تمام. شكرا. الف سلامه على حضرتك يا مدام منى. شكرا. شكرا. الف سلامه على حضرتك. نرجع تاني يا دكتور لجلطه العين. الجلطه زي ما قلت لك في جلطه شريانيه وفي جلطه وريديه. والشريان معروف ان هو الدم اللي بيبقى طالع من القلب، والوريد الدم اللي هو راجع للقلب. كويس. والشريان هي الاصعب. الجلطه الشريانيه دي لانها لو حصلت في العين ليس لها عوده مره اخرى. تمام. تمام. اه خلاص، يعني بتكون العين فقدت الابصار. اما الجلطه الوريديه دي فهي طبعا بتبقى غالبا في جزء من الوريد، يعني بيسميه وريد فرعي، يعتبر ان الوريد ده كانه شجره وليها افرع، ممكن يحصل في فرع منها او يحصل في الاساس اللي عندي. وفي منها نوعين هي كمان، نوع بنسميها اسكيميك ونوع نون اسكيميك. اسكيميك ده يعني قطع الدم خالص. كويس. نون اسكيميك ده يعني لسه في عندنا فرصه للعلاج، ممكن ان احنا نلحق المرض. ممكن نلحق الموضوع. تمام. الجلطات في العين زي ما قلت لك، الجلطه الشريانيه ما بتتلحقش غالبا الا عبال ما الانسان يبتدي ياخد باله كويس ويروح يكشف، وبيفتكر ان في حاجه مغيمه على عينه، لكن بيبقى حصل عنده جلطه في الشريان، فدي بتبقى نهت الموضوع خالص. الجلطه شبه الانفجار؟ لا. امال ايه؟ الجلطه دي حاجه ممكن اقول لك تشبيه بسيط جدا. الدم بتاعنا لما واحد بيتجرح بيطلع نافور الدم سائل زي الميه. تمام. كويس. بيتدفق. بيتدفق. اه أوكي. لكن ساعات الدم نفسه بيتغير طبيعته من الطبيعه السائله دي للطبيعه اللزجه شويه، بيقول عامل زي العسل، اتجلط او تقل شويه. عامل زي تقل شويه عامل زي العسل. دي عايزه بحث تاني بقى، لان دي اللي مولها كبير قوي. احنا بنبعت الناس لدكاتره الباطنين نقول له ايه، حول له بقى وشوف الصفائح الدمويه عنده في تحليل الدم، وايه الحكايه وليه حصل القصه دي، عشان لو حصلت في عين ما تحصلش في عين تانية. احنا دايما اول ما بتحصل الجلطه دي فعلا احنا بنخلي علاج مشترك ما بين طبيب العيون والطبيب الباطني عشان نشوف القصه دي ابعادها ايه. وبنلحق الموضوع نفسه بادويه، وساعات نعمل حقن ادويه في العين عشان الجلطه الوريديه، وساعات نعمل ليزر على حسب النوع اللي قدامي. دكتور وقت حلقتنا خلص، انا بشكرك جدا جدا، بس عايزه وعد من حضرتك ان حضرتك تكون موجود معايا، لان انا عندي كميه اسئله واستفسارات مش قادره اقول لحضرتك قد ايه. شرفت بشكرك بحضرتك جدا يا دكتور، وكانت حلقه اكتر من رائعه. شرفت ونورت يا دكتور. شكرا. في نهايه حلقتنا بشكر الاستاذ الدكتور اشرف الهباق، استشاري طب وجراحه العيون، المدير الطبي لمستشفى النور للعيون، جمعيه عيون مصر، وطبعا تعديد تايتلز حضرتك غني عن التعريف يا فندم. شكرا لحضرتك. اشكرك ووعد ان شاء الله باذن الله حضرتك تكون موجود معنا مره ثانيه باذن الله. نتشرف بيكم ان شاء الله. في نهايه حلقتنا بشكركم مشاهدينا الكرام، ويا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم وفادتكم. وقبل ما انهي لازم ان انا اشكر كل زمايلي في الكنترول، واشكر اداره قناه الصحه والجمال، واشكر رئيس تحرير البرنامج استاذ مظهر ابو عايد الكاتب الصحفي المتميز، واشكر مخرجتي الجميله اللي اول حلقه ليها معايا النهارده الاستاذه نورهان هاني. بشكركم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم طبيب مصر. تحياتي اميره يحيى، الى اللقاء.
Thank you.